تسير بالإنسان لمنهج الرب للصبر والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الطيبة الرائعة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. حديثنا القرآن روح وريحان. هل شعرت أنا وهل شعرت أنت وهل شعرت أنت أيها المؤمن يا قارئ القرآن، هل شعرت بأن القرآن حي؟ هل شعرت بأن القرآن أشبه ما يكون بكائن حي يعيش معنا ونعيش معه؟ قد تتعجب من هذا الكلام، ولكنني سأثبت لك هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنبأنا بأن الروح في هذا القرآن موجودة، ولا شيء فيه روح إلا لأنه حي. الروح علامة الأحياء، وفقدان الروح علامة الأموات، بل هو ذاته روح. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله أكبر. القرآن بهذه الروح، بهذه الحيوية، يجب أن نتصوره في حياتنا. إن كثيرا من المسلمين اليوم يتصورون القرآن بأنه شيء في مكان قصي مظلم، وكأن شيئا من علامات بيوت العنكبوت والأتربة قد غطته وتكومت عليه، فيرونه شيئا بعيدا وكأنه أمر قديم، لأنه قد نزل منذ أكثر من 1400 سنة. إنه تصور خاطئ، وصاحب هذا التصور يفقد أشياء كثيرة ومنافع عظيمة من هذا القرآن الكريم. عندما تشعر بأن القرآن الكريم حي في حياتك، فإنك تتأثر به وتنتفع به وتستفيد منه، وتقضي على الكثير من الخطوات اليائسة التي يمكن أن تسير بها وهي لا توصلك إلى الصواب، ولا توصلك إلى الحقيقة، ولا توصلك إلى المسلك والمنهج الذي يجب أن تصل إليه وأن تسلكه وأن توفق في الوصول إليه. إليك أخي المؤمن، أختي المؤمنة، ثلاث خطوات إن اتبعتها في حياتك واتبعتيها في حياتك بإذن الله تعالى ستشعرون جميعاً بحيوية هذا القرآن، بأنه فعلاً كائن حي يغير في دواخلنا الشيء الكثير. أولاً الاتباع، ثانياً التدبر، ثالثاً المداومة. تعالوا معي إلى الأولى، الاتباع. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن هذا القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. واضح، يهدي به الله بهذا القرآن، يهدي به الله. من يهدي؟ إنه يقول يهدي به، أي بالقرآن، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه. من اتبع رضوانه، اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن هذا هو بهذا ما بما فيه من كنوز، وما فيه من خيرات، وما فيه من مواعظ، وما فيه من أوامر، وما فيه من نواهي. وبالاتباع لكل ذلك يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأيضا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأيضا ويهديهم إلى صراط مستقيم. انظر، انظر إلى سبب الهداية وإلى سبب الإخراج من الظلمات إلى النور، إنه الاتباع. اتباع، اتباع حقيقي، عمل، سلوك، منهج في الحياة. يقول: فنقول لك السمع والطاعة يا الله. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بكتاب الله سبحانه وتعالى، طبقوه، ساروا عليه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فالاتباع، الاتباع أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، لكل ما تتلو، لكل ما تقرأ، لكل ما تتأمله من هذه الآيات
العزيزة العظيمة المباركة. لا يكون نصيبك من القرآن ما سمعت من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قرأ القرآن فله في بكل حسنة عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، هذا داعي مشجع لأن تتلو، ولكن ليس هو فقط، بل لا بد من الاتباع، وإلا فسيكون القرآن والعياذ بالله كما جاء، إما أن يكون شاهداً لك أو شاهداً عليك، وإما أن يكون والعياذ بالله حال الإنسان رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. أجارني الله وإياك. فالاتباع الاتباع. ثم الخطوة الثانية، النصيحة الثانية، هي التدبر. التدبر الذي يعني التأمل والنظر في عواقب الأمور، وأن تسقط نفسك وجدولك اليومي الأسبوعي الشهري، حياتك سلوكك في حياتك، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. حقوق الله هل أديتها؟ حقوق الناس هل أديتها؟ أنت في تعاملك تدبر القرآن الكريم. عندما تنظر إلى آية انظر إلى نفسك، أنا خالد أنظر إلى واقعي، من أنا مع هذه الآية؟ أنت محمد، أنت سعيد، أنت عبد الله، أنت سعاد، أنت مريم، كيف مع القرآن الكريم؟ كيف الواقع؟ تدبري. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية عندما أسقطها على واقعي، هل أنا فعلا قد نظرت إلى ما قدمت للغد؟ اتقوا الله، هل أنا متقي لله سبحانه وتعالى؟ هكذا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولعل الغد قريب جدا من حيث نشعر أو لا نشعر. هكذا اجعل نفسك في واقع الآية، واجعل نفسك في محلها، تجعل نفسك متدبرا لها، تجعل القرآن الكريم يعيش حيا معك، وتعيش حياة القرآن، وتشعر بأن القرآن فعلا روح. الخطوة الأخيرة الثالثة، وهي كثيرة لا شك، لكني اقتبست لك هذه وأراها عظيمة الأهمية. الأمر الثالث، المداومة. المداومة، المداومة مع القرآن الكريم. قد قلنا بأنه روح، هل يمكن لهذا الجسد أن يحيا بلا روح؟ لا. فكذلك روحك الإيمانية، قلبك يتعطش إلى القرآن الكريم. فإذا كنت بعيدا عنه فاعلم بأنك تعيش حياة البؤس والضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. فإذا كنت تريد حياة السعادة فداوم مع القرآن الكريم، داوم معه، والأوامر في ذلك كثيرة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله، وأول أمر اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا قرأ؟ لقد قرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لقد قرأ القرآن بمداومة باستمرار، لأنك تحتاج إليه، لأنك تغفل، لأنك تنسى، لأنك تسهو، تحتاج إلى القرآن الكريم ليذكرك بين الحين والحين، وأنت المنتفع وأنت المستفيد أجرا وثوابا واتباعا وتدبرا بهذه المداومة التي تستمر عليها والتي تعيش عليها، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نبعث عليها بإذن الله سبحانه وتعالى إيمانا وتسليما ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك، وأن يرحمنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله لنا نوراً وهداية وبركة. وفقني الله وإياكم لحفظ كتابه العزيز، وللعمل به، وللدعوة إلى سبيله بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عسى أن نلتقي في لقاء قادم، وإلى ذلكم الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستلهم القرآن نوراً إلى القلب، يسير بالإنسان لمنهج الرب، للصبر والإيمان.